على اليوتيوب حسب الفريق اصلا كيف بتلاقي، ممكن انت بتقدر تاخد وتعطي معه لفريقك، وشو عندك انت كاباسيتي، شو عندك لعيبه. Every coach has his own philosophy, his own set of principles and beliefs that guide him to his own approach of coaching. كل مدرب عنده الفلسفة الخاصة تبعيته اللي بتوصله للمعتقدات تبعوله للقصص اللي هو بيأمن فيها. It's important to be prepared to all kind of tricky situations. كل مدرب لازم يكون جاهز لكل tricky situation, ال hard situation, ال situation اللي بتصير معنا، الوضعيات اللي هي كتير ممكن تكون صعبة. You will be pressured by players. مرات اللعيبه بحطوا عليك ضغط، الاهل تبع اللعيبه، الاداريه، الفانز اند از ذا كورت everything, ذا ريفري الحكم، هيدا الضغط كله لازم انت تكون ككوتش قادر and capable to handle it. Your coaching philosophy should be based on your team's behavior and how to expect your players to behave. كمان هذا الشيء بيكون بيكون خاصه باللعيبه تبعولك، كيف انت يو بيهيف ذي بيهيف. يعني اذا انت الكاركتر تبعك جدا شخص very angry, very mad، بتضلك تصرخ، بتضلك تعيط، هذا الشيء كمان بيأثر على اللعيبة. So you have to know how to deal with your players to have a good behavior. لأن هذا الشيء بيأثر عليهم كمان على البيهيفر تبعهم. Finding your own coaching style. بالنسبة لإلي الكوتش هو قائد، motivator، مشجع، teacher، معلم قبل كل شيء. Many coaches have a lot of character qualities in common because it takes a certain type of person to be a successful coach. بدك كتير وقت لتصير كوتش ناجح. قد ما توصل بدك تضلك تتعلم لآخر الحياة. There are many qualities that make up a good coach. But what are some important qualities for a successful coach? بالنسبة لألي أنا خلال حياتي كلها تعلمت شو هن الكواليتي اللي لازم يكونوا فيي لقادر يكون كوتش ناجحة، وبعدني عم بشتغل طبعا لصير أكتر وأكتر ناجحة. لازم يكون دايما honest، صادقين. Always maintain self-control. دايما لازم نعمل self-control، نقدر نسيطر على حالنا. Always be positive and optimistic. دايما إيجابية. دايما لازم نعطي positivity حوالينا. متفائلين دايما. دايما نكون عاملين تشويق بالتمرين أو تشويق بالجيم. Always be caring. دايما نكون مهتمين. Always demand discipline and good work. وأهم شيء دايما نحن نكون عندنا شخصية بتفرض الاحترام. الاحترام نحن we earn it. نحن بدنا ناخده من العالم. إذا نحن كنا ما عم نعرف نتصرف مزبوط ما حدا رح يحترمنا. نشتغل كتير منيح. Always be yourself. كونوا على طبيعتكم. Always listen to players. نسمع كتير للعيبة تبعنا ودايما نشجعهم. برجع أتكرر أنه أنا هيدا كيف أنا بشوف الكوتشنج بالنسبة لألي أنا من my personal view. Me as a coach. أنا شخصيا I should be a mentor. أنا بحب كون مرشدة للعيبة ولتلاميذة. I facilitate thinking. بخليهم يفكروا معي. I engage minds. بخلي عقولهم كمان تتحرك معي. I listen to players. بسمع لعيبتي. I encourage risk. يعني إذا في عنا ريسك معنى الشيء لازم نحن ناخد الطريق الأصعب لنقدر نوصل للنجاح. I support struggle. إذا حدا عنده struggling even family issues maybe personal problem I try to help. I try to be there as a person before being as a coach or a teacher. I cultivate dreams. بحصد الأحلام. يعني إذا حدا عم يحلم وحابب يوصل لمطرح ما بهب بطلب من معنوياته حتى لو أنه أنا شايف أنه ما عنده القدرة يوصل. بالعكس بضلني أعطي بوش بضلني متمسكة بحلمه لأقدر ساعده أنه هو يشوف إذا هيدا الطريق لإله صح أو الطريق لإله غلط. هو منه لحاله رح يزيح لحاله على جنب. I learn every day. لازم أتعلم كل يوم. And at the end I coach. Great coaches motivate through love and get everyone's of attention and energy from their athletes. لازم يكون المدرب عن جد عم يشتغل كل شيء من قلبه بمحبة كتير كبيرة وياخد كل الاهتمام والانرجي من اللعيبة حواليه. They get them to do all they are capable of enjoy it. يعني كل شيء فيكم في اللعيبة يعملوه نتركهم يعملوه and enjoy it. لازم يخليهم capable يعملوا كل شيء نشجعهم. To teach an academic subject is certainly not easy. لما الواحد يكون عم بعلم بأكاديميك subject بيكون كتير not easy. But compared to coaching رح يكون more easy. We can say 2 plus 2 is 4 to every kid and be sure we are right. But in coaching we have to literally get into the soul of people we are dealing with. بدنا نفوت على روحه للاعب. Passion. يكون في عنا شغف. We want players to learn to love basketball. بدنا نخليهم يحبوا اللعبة. Have healthy communication. دايما يكون الكوميونيكيشن بيناتنا healthy صحية. Coaches need to interact with the players and parents. دور الأهل كتير مهم. يكون دايما في عنا interaction تواصل بين الأهل وبين اللعيبة. With passion بصبر. Compassion respect واحترام و open mind. يعني نتقبل منهم أي شيء ممكن ينحكى. Coaching is a profession of love. بالنسبة لإلي هيدا profession of love. Job of love. عمل حب. You can't coach people unless you love them. ما فيك أنت تمرن الناس أو لعيبة عندك خاصة أولاده ما تحبهم. يعني إذا عندك لاعب كتير مزعج بالملعب كتير بيعمل فوضى إذا عم نحكي الأعمار الصغيرة ما بيهدى كتير إيبر أكتف لازم أنت تلاقي the way to control it.
بطريقة تكون كتير حلوة، بطريقة ينسجم معك ويقدر يسمعك وانت تسيطر عليه، مش هو يسيطر على الملعب ويعمل لك فوضى. The coach should be a person of influence in the life to others. لازم نحن نكون عنا تأثير وفعالية بحياة غيرنا وحوالينا. Teaching them how to be successful as people. يعني نعلمهم كيف يكونوا أشخاص ناجحين كإنسان قبل ما يكونوا as a player. Teaching them how to make good decisions. ياخذوا قرارات صحيحة. ما يخافوا إنه يفشلوا. نعلمهم القيم الصحيحة. مشان هيك أنا بالنسبة لي بلاقي coaching is an art of life. It's a life lesson not only on court. هي درس للحياة كرة السلة والتدريب ومش بس بالملعب. It's about inspiring people to do their best. هون دايما لنعطيهم inspiration للعالم motivation انه يعملوا the best يلي هن قادرين يعملوا. دايما نقول لهم you can do it. We all know sports have the power to change the world. كلنا بنعرف انه هي الرياضة الوحيدة يلي هي بتجمع العالم كله وبتغير كتير كتير قصص. هي يلي ما فيها اذا بدكم تفرقة بين العروق وبين الأديان وبين الطوائف. وللأسف عم تروح مننا شوي شوي من وراء الأمور السياسية للتدخل السياسي بكثير من العالم. ما بدي أحكي أنه عن وطني أنا لبنان. It has the power to inspire. It has the power to unite people in the way that little else does. ما في شيء ممكن يخلي العالم united إلا الرياضة. Sports unites. مثل ما عم بقول أنا. It speaks to youth in a language they understand. Youth, الشباب والصبايا بيقدروا هن يفهموا هيدا اللغة لحالهم. بيقدر تجمعهم. Sports is for all. الرياضة للكل. Never mind your background. Your belief. بشو أنت معتقداتك، بشو بتفكر، بشو بتآمن، شو لونك. Come and play and play for free. لازم تكون الرياضة دايما free for everyone. Sports it's for all men and women. ما في تفرقة بين الجندر. It's all equal. Equally must be all over the world. It just needs to be strong enough to stand up and step forward. مثل ما شفنا قبل كان كتير بلدان عربية تحذر على المرأة انه تلعب كرة سلة او تعمل رياضة او تلعب فوتبول. هلأ صرنا عم نشوف انه البلدان عم يصير فيها انفتاح اكتر واكتر، وعم نشوف اكيد اسماء وبنات كتير مشهورين بكتير من الرياضات مش بس بكرة السلة. Leadership, this one might be a little too obvious, but leadership is one of the most important quality of successful coach. لازم يكون leadership موجودة عن كل مدرب. You must be the leader that keeps everything organized and running smoothly. A successful coach needs to be an expert that everyone looks up to you. انت لازم تكون مثال الاعلى مش بس للعيبه اللي عندك، كمان الاسيستنت كوتش حواليك والاهل تبعولك لازم هن كمان يحبوك، منشان هيدا الشيء بيساعد انه هن يوثقوا فيك ويحطوا هالولاد تحت ايدك. The ability to teach، يكون في عندك الابيليتي انك تعلم، لانه بالنسبه لالي coaching is teaching and teaching is coaching. This quality is also extremely important. Knowing aspect of your sport isn't enough. You must be able to teach it well. مش انه نحن نعرف هيدا الشغلة ونجي منكبلهم إياها ويلا تعلموا، لا، نحن لازم يكون في عنا طريقة in a way to teach it well، بطريقة توصل كتير ثموس للأشخاص اللي عم نشرح لهم عم نفسر لهم. While you may be an expert you must always be willing to learn and grow. دايما لازم المدرب يتعلم يكون جاهز ودايما يكون عم يتحضر ودايما لازم يكون willing to learn and grow. لازم يكبر حاله بحاله، ما حدا بيقدر يساعده إذا هو ما كان عنده the will to prepare very well and to keep learning لبعدين. If you think you know everything, we can assure that you don't. ما حدا يعتقد انه هو بيعرف كل شيء. عم نحكي نحن هون بالباسكتبول بس حتى كمان بالحياة في كتير قصص بعد بحاجة نتعلمها. Never stop being willing to learn. أهم شيء بالنسبة لإلي كمدربة ولا مرة وقفت انه اتعلم. Passion. لازم يكون في عنا صبر. A successful coach must have passion to handle stressful season. لما يكون في عندك سيزن كتير قاسي وكتير في ستريس لازم يكون different attitude and progression of athletes. في عندك كتير ضغط لازم تعرف how to handle. لازم يكون في عندك صبر كتير 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 قوي. Attention to detail. تنتبه على كل التفاصيل. This might be one of the qualities that isn't the one listed above. يعني كتير مهم انه التفاصيل نلحقها. It's very important for success. A coach who doesn't follow attention to details such as noticing a small error or footwork or holding the bat too high. كل التفاصيل اللي بتصير بالملعب مع اللاعب او اي خطا لازم نوقف عنده، لازم نصلحه، لازم نحكي عنه. Paying attention to this smallest of details can help your athletes improve بسرعه. لازم كل شغله ممكن تصير غلط نوقف عنده ونفسر. ما نتعب ونزهق ونمل ونقول خلص شرحت له مره واثنين وما بقى بدي اشرح له، لا. هذا الشيء بخلي اللاعب عندك يكون ناجح ليفيدك بعدين بالمباريات وبالملعب وانت بتكون a successful coach. Adaptable. A successful coach must be adaptable. They need to be able to adjust the all type of new condition. كل الوضعيات اللي بتصير لازم يكون هو adaptable. يقدر يندمج مع كل شيء. Whether it's new athlete each season. إذا كان في عندك لعيب جديد عم ينضم للفريق أو على season تبعك.
تصرفات جديده، نيو اتيتود تو كوتش، نيو سيناريو اور وات ايفر ات ماي بي. A coach must be able to adapt to a new personalities. بيجيك شخصيات كتير مختلفة من اللعيبة، شخصيات مرات بتكون كتير منا مرحب فيها، بس أنت لازم تعرف كيف تتعامل معها. You have to be able to work with a variety of athletes. راح يكون عندك difference of character and personality. كل شخص، كل لاعب هو شخص، هو إنسان، وهذا الإنسان عنده كاركتر مختلف عن الآخر، فأنت لازم تدرس الكاركتر تبعه كتير منيح لتعرف كيف تتصرف معه. راح أعطيكم example، في لعيبة كتير بحبوا المدربين يصرخوا عليهم، هذا الشيء بيعطيهم بوش. في لعيبة إذا صرخت عليهم وبينطوا على حالهم وبيقعدوا على جنب وبطلوا يقدروا يكفوا. It depends. You have to learn and you have to read every character of each player. لازم تدرس نفسية كل لاعب وتكون كتير بتعرف عنه كيف ممكن تتصرف معه بطريقة تكون لألك positive ولأله تكون positive. دور الأهل، قديش مهم دور الأهل مع المدرب بالتدريب. Parents should take an active role in helping their child. لازم يكون في دور كتير مهم للأهل. في كتير أهالي بعرفهم بشجع أولادهم، في أهالي بيوقفوا بدرب أولادهم، هذا الشيء كتير غلط. Get the most of their sporting experience by providing emotional support and positive feedback. لازم دايما يكونوا عم بيساعدوهم عاطفيا ويعطوهم دايما feedback إيجابي. Attending some games، يروحوا يحضروا لهم المباريات. Talking about them afterward، بعد المباراة إذا كان خسران الولد معلش يشجعوه يقولوا له next time نحن رح نكون حدك ورح تعطي أحسن، إذا ربحان كمان ينبسطوا له. يكون عندهم realistic expectation، يعني ما يقولوا له نحن متوقعين منك شيء وهو عارفين أنه يمكن ما يقدر يعمل هذا الشيء، ولا أنا رايح أحضرك بدك تحط لي اليوم 30 نقطة، يحط 5 ويجي الصبي مثل بالمدرسة، أنا اليوم أنا متوقعتك تجيب 16 فاصلة، بيجيب 15 فاصلة بيزعلوا منه بقصص وهو الصبي ناجح. نو no. بدنا نكون نحن مرات واقعيين، مش كل شيء ممكن يصير بالحياة، مش كل مباراة رح تربحها بحياتك، المهم أنك تجرب تربحها وتمشي على الطريق الصحيح لتحاول تربحها. في خسارة وهالخسارة هي جزء من الربح، لازم تخسر كتير لتتعلم تربح كتير بالحياة وبالباسكتبول. Learning about the sport and supporting your child. الأهل لازم يتعلموا الرياضة يلي أولادهم عم يلعبوها، يشوفوا الرولز، يحضروا المدرب، يحضروا التمارين، ما يجوا يناقشوا على شيء ما بيفهموه ويعملوا كونفليكت بينهم وبين المدرب وبينهم وبين ابنهم أو بنتهم. Helping your child talk with you about their experience with the coach and other team member. يخلي الأولاد يحكوا معك أنت كبارنت عن الإكسبيرينس، عن الخبرة تبعهم يلي بتصير معهم بالملعب ومع التيم ممبر تبعهم ومع الكوتش. Helping our child handle disappointment. اللي حكيته قبل شوي، لازم نخليه يعرف إذا كان في عنده أي شغلة تم خزله فيها، خسر مباراة، حاسس إنه هو blaming himself، لا نحن لازم نكون حده. Injuries، وقت يكون مصاب لازم نكون كتير واقفين حده ونعطيه كتير motivation. يعني الانجريز بدها موضوع خاص كليا، لانه اللاعب يفوت بحاله نفسيه جدا صعبه وبحاجه كثير لموتيفيشن ليقدر يرجع يوقف حسب شو هي اصابته. بين، اذا كان موجوعين من الاصابه اند لوزينج والخساره، هو كلهم بيسببوا بين وبيسببوا كمان ستراجل منتلي. اند موديلينج ريسبكتفول سبيكتاتور بيهيفير، يكون نحن عن جد صلبين بهذا الموضوع ونخلي هيدي العلاقه كثير صلبه بيننا وبين المدرب وبين اولادنا. Team selection، مرحلة جديدة. Team selection and other important coaching decision. أنا بالنسبة لي كمدربة كيف بأخذ قراراتي لما أنا بدي أعمل team selection؟ مرات بيفرض عليك الفريق، بتكون رايح على فريق حاضر جاهز وأنت عامل كونترا وما تغير دغري. So you have to accept it and deal with it. Decision making is basic part of coaching. ناخذ قرارات الصحيحة ونعرف ناخذها. Coaching is not about being popular with the player. مش ضروري تكون أنت هالقد مشهور مع اللعيبة. Sometimes you need to be so tough. مرات لازم تكون جدا قاسي. Making tough honest، تكون كمان جدا honest، تكون صريح. Sometimes unpopular decision for the best for the team. إذا أنت مصلحتك مصلحة الفريق أهم شيء، مرات مضطر تكون قاسي، مضطر تكون unpopular وما تعطي وجه حسب الفريق اللي عندك وحسب الكاركتر تبع اللعيبة. A coach must take hard tough decision. مرات بنضطر كمدربين ناخذ tough decision وبكونوا كتير لحظات صعبة، such as sitting a player on the bench. نضطر نحط لاعب برا على البنش من وراء خطأ عمله، or out of the game، أو نطلعه من المباراة، or cutting a player from the team كليا، نطلعه كليا يعني نشيله من الفريق. But always have the reason. We can do it as a coaches, but we have always to have the reason. ما فيك تعمل هيدا الشيء بلا ما تحط سبب. لازم تفسر له للاعب ليه صار هيدا الشيء وتحكي أنت وياه. Whether it's trusting between the coach and the players, players will be more likely to go along with tough decision. لما يكون في ثقة بين المدرب وبين اللعيبة، لو المدرب أخذ tough decision هن رح يتفهموا هيدا الموضوع، رح يحسوا بغلطهم ورح يعرفوا. وهيدا الشيء ما بيعني إنه المدرب ما بيغلط، المدرب كمان إنسان ومرات بيغلط.
راح نحكي بعد شوي عن الريليشن شيب بين بلايرز اند اباوت كوتش. ايفن اف ذي دونت لايك ذيم ديسيجن ار بيز اون وات از بيست فور ذا تيم. يعني الكوتش حتى لو اخذ قرارات ما كثير الفريق بحبها لازم يفهموا انه هذا الشيء لمصلحه الفريق ولا مش لمصلحتهم الشخصيه. اتس اول اباوت ذا تيم. The most important decision, the selection of player. كيف أنا بالنسبة لإلي بلاقي إنه أنا I have to select my player. One of the most major decision coaches will make with a new team, إذا عندي فريق جديد, is the selection of player. Sometimes as which team of young kids, إذا كانوا صغار, you will not have a choice in the whole idea to give everyone a chance to play. فريق صغير بدك تلعب الكل, بدك الكل ينبسطوا, يتعلموا to have fun and enjoy the game. ما في كتير تاخد decisionات وتقول له لهيدا الولد أنا ما بدي إياك بالفريق. ما فيك تسكر له هيدا المجال. بدك تلاقي حل وتخليه دايما عم يجي لعندك على الملعب. اذا الليفل تبعه كتير واطي ممكن تجيبه برايفت, ممكن تحطه مع المستوى اللي هو اقل, بس ممنوع توقف له بدربه وتقول له انه انت ما بقى فيك تجي تلعب باسكت بول او تتمرن. نو لما تكون عم تمرن صغار بالعكس لازم تعطيهم كتير شجاعه انه ضلهم يجوا على الملعب وتضلك تعطيهم هيدي الفرصه. In this case, only having fun, having a good time is the key. بهالحاله دايما to have fun and to enjoy the game, هيدا الحل الوحيد قدامك. Another situation, بغير وضعيات, when you take a team after the season has already begun, عم نحكي عن team وعنده championship, where trading or cutting players is not possible. صعب تجي على فريق وعندك star player انه انت ما عجبك تروح تقول له خلص بدي اياك برات الفريق. لا, you have to deal with it. You have to work with him. With whom to play. How often and what roles. But in situation where do you have to select players for big championship, إذا وضعية أخرى سمحت لك تحضر لبطولة كتير كبيرة, of course you might have an assistant coach. فيك يكون عندك assistant coach, يكون معك scout, trainers, depending on the level you are coaching. حسب الليفل يلي انت عم تشتغل, you can create your own team that you trust. وفيكم تشتغلوا as a team لتقدروا تعملوا selection, a good selection for a player. Sometimes the decision will be very difficult. مرات القرارات بتكون جدا صعبة مع المدارس أو مع community leagues أو مع clubs. It's tough telling a young kid who is full of dreams that they simply don't have what it takes to be on the team. كثير صعب مرات نضطر نقول لحدا بعده صاعد وحابب يلعب باسكت بول وبده يكون بالفريق انه I don't have to take you this time on the team. صعب, بس مرات we have to do it. In this situation as a coach, I go and speak to the kids alone. باخذ هاللاعب على جنب بطريقه شخصيه, find something encouraging, بعطيه شيء حمسه to say, and home some other suggestions to offer. وبحط له اقتراحات اخرى. ما بقطع له الامل كليا. And sometimes it's more easy some players quit because they found the game in practice is so hard on them and they can't commit. حكيت من شوي انه بلكم اعطوني تشانس لانه مرات اللاعب هو منه لحاله بلاقي حاله انه this is not my game. انا ما في التزيم. The practice is very hard. It's getting very hard on me. وانا I'm not the one that should be in the team. So هيدا الشيء بخفف عنا الضغط وهو لحاله رح يجي اللاعب ويعتذر منك. Look for quality players. دائما يكون في عندك the good players and for players who have been successful in the past because it's amazing how winners always find a way to win. هون عم نحكي عن الحالة الثالثة لما يكون انت عندك القرارات انه انت تشكل فريق مش فريق حاضر وانت جيت تستلمه وما قادر تغير فيه لانه خلص الشامبيونشيب قربت او النادي فارض عليك هذا الموضوع. تراي دايما انه تنبش على لعيبه عندهم جود كواليتي, عندهم باس ربحانين فيه, عندهم كونتاكت مع غير فرق, لاعبين كثير مباريات, بيتعلموا, بيعرفوا شو يعني الخساره, بيعرفوا شو يعني الربح, وسيكينج ويننج يعني متعطشين للربح, بيعرفوا كيف يربحوا, عندهم الخبره الكافيه ليقدروا ينهوا مباراه او ينهوا بطوله. On try out make them feel safe and secure. خليهم يحسوا بالامان. Tell them you are looking for character. انه انت بدك جود كاركتر بالملعب, ability and skills, مهارات واشخاص عندهم الكاباسيتي انه يقدروا يلعبوا بهذا الفريق ويكونوا عن جد رياضيه روعه ليقدروا هنا يعطوك اللي بدهم اياه. Ask them to show their strengths. خليهم يعطوك يعني تقول لهم اعطوني شو عندكم فرجوني. They have, if you have speed فرجيني, اذا انت شخص عندك سرعه فرجيني, اذا انت شخص بتعرف تشوت مضبوط and you can score فرجيني, اذا انت عندك you play good defense show it and tell them no to try to play beyond their capability. يعني كل لاعب عنده شيء مميز فيه. في لعيبه they have a great defense, في لعيبه on offense they attack they don't care about getting hit, في لعيبه بيقدروا تحت الباسكت ياخذوا لك سلات very easy وما بيطلعوا ما بيطلعوا من تحت السله الا ما يجيبوا لك فاول. كل لاعب اعطيه الكاباسيتي, قل له العب لعبك فرجينا شو عندك, ما تخليهم بس يتخطوا الكاباسيتي اللي عندهم اياها. قد ايه بيقدروا يعطوا بيعطوا, يعني اذا انت هالقد قادر تعطينا it's okay I'm fine. Don't push him على مطرح يلاقوا حالهم انه هن خلص they cannot continue.
As a coach, remember that you aren't just looking for good players. You are also looking. أنا بالنسبة لي شخصيا كمدربة ما دائما بنبش على اللعيبة يلي هن very good players. I also look for players with strong potential who you will be able to develop into good players. إذا في لعيبة عندهم good potential عندهم الموهبة أنا بدي أشتغل ساعات عليهم أنا في أشتغل إنه أطورهم. وهيدا أنا اللي بحبه أنا بحب إنه يكون عندي لاعب عنده potential ما عنده the good skills and I work. يعني بحب إنه أنا أشتغل على لعيبة فجأة أسبوع وراء أسبوع شهر وراء أسبوع لأنه هاللاعب كان شيء وأصبح شيء آخر من وراء التعب تبعي من وراء الباشن تبعي ومن وراء طبعا هو كمان عم بيشتغل على حاله وعم بيسمعني كتير منيح لنقدر نوصل تانيتا لنتيجة ناجحة ويكون عنا win-win situation coach and player. For me as a coach I will share with you my personal view. I divide potential into three parts. شو هن المواهب يلي أنا I seek to them. The stars. مرات you have to have stars in your team. بحاجة أنت لستار. ما ضروري الستار أنه يحط لك كتير سكور بالنسبة لإلي. Team needs stars player who will carry the scoring load. بس at the same time I want to add something. Also the star يلي هو كمان مرات بيقدر يشيل البريشر عنك وبيقدر هو يساعد to control the team on the court. يعني any problems بتلاقي إيدك اليمين. لأنه every player can be a leader also and في يكون هو كمان إذا بدكم بشكل indirect هو assistant. على أرض الملعب وعم بيساعد الايديا تبع الكوتش تصير على الملعب. Player with solid fundamentals. لعيبة عندهم good skills. عندهم skills ومهارات جدا صلبة. They will play solid and great defense. عندهم very good defense. They will do what you ask them for. شو ما بتطلب منهم رح يقدروا ينفذوه. Character. يلي هيدا الكاركتر يلي هي أصعب شيء لقيها لأنه كل لاعب عنده character different character. نحن بدنا نشتغل على هذا الموضوع بس طبعا كاركتر ما فيك انت تغيره الا مع الوقت ومع التمرين لانه كل واحد بيخلق عنده كاركتر شكل. Players who have great heart and great work ethic but may not have a great talent. يمكن ما يكون عندهم موهبه كثير كبيره but they have a great heart يعني they would like to work ما عندهم مشكله يتعبوا يجوا يتمرنوا برات التمرين ويشتغلوا على حالهم ما عندهم good talent but هن قادرين willing to practice to be more and to be greater player in the future. Selecting the steps, I will consider the following. لأقدر أنا ألاقي هود الـ three steps يلي حكيت عنه the stars and the player with solid fundamentals والcharacter and the players with good heart. دايماً نبش على الأشخاص يلي عندهم speed and quickness. في كتير لعيبة بيتميزوا بالسرعة. Offense and defense are based on speed and movement. كلنا بنعرف إنه الهجوم والدفاع هو أساسه السرعة والتحركات الصحيحة بأرض الملعب. Most of the coaches believe in pressure on offense and on defense. دايماً we should pressure on offense and on defense. The fast break, aggressive players. أنا شخصياً بحب يكون عندي aggressive players. And sometimes we don't find this. يعني لازم نشتغل على اللعيبة يصيروا more aggressive. وبعض اللعيبة مرات ما بيعطونا اللي نحن بدنا إياه لأنه بيترددوا وبيخافوا إنه يروحوا حالهم وبيخافوا يأذوا حالهم أو بيخافوا يأذوا حتى الـ opposite team يلي عم يلعبوا ضده. هذا الشيء نحن بدنا نشتغل عليه mentally and physically. Balancing out the team, بده يكون في توازن بالفريق. As a coach, what do you need? Defensive or offensive player? أنت كمدرب شو بدك? Scorer, big player, small player, tough player, aggressive player. For me, I pick the scorer. But إذا في scorer, في نجيبه أكيد بجيب له scorer ليسجل نقاط. لأنه لعبة كرة السلة at the end, everything we are doing لها الطابة تنزل بالسلة. بس I teach him how to play defense because it's tough to teach a defensive player how to سكور لانه عندنا كثير لعيبه بس بيعرفوا يلعبوا دفاع حطهم على الهجوم ما بيعرفوا يعملوا سكور انا بهمني يكون عندي لاعب بدافع وبيهجم وهي كان سكور يكون انا ربحان من الميلتين بس only a defender player is not helping me on offense بكون عم بلعب 4 ضد 5 the value of experience القيم تبع الخبره experience player have been exposed to pressure situation and usually have learned from them هون عم نطلع على high level نجيب لعيبة عندهم خبرة لأنه اللعيبة اللي عندهم خبرة بيكونوا أصلاً رضخوا لكتير pressure بحياتهم situation كتيرة وتعلموا منها special type of players هو بيكونوا very special type of players بيكونوا لعيبة كتير special وعندهم type character مختلف عن الآخرين some players can bring useful quality to the team وبيقدروا يساعدوا أنه يجيبوا useful quality to the team players who are special who can score but can't do anything else لعيبة بس بيقدروا يعملوا score ما بيقدروا يعملوا شيء تاني or just who can fit into the playing system بس بيقدروا يلعبوا سيستم كامل even if they didn't score يعني هنا they can lead the system even if they are not the one who are going to score players who complement encourage other players لعيبه بيقدروا يشجعوا لعيبه غيرهم ما بحطوهم داون بالعكس يعني في لعيبه كثير بالملعب بنشوفهم انه ما بيشجعوا غيرهم هذا الشيء كثير مزعج
بالعكس اللعيبه اللي بتشجع بعض هذا الشيء بيعطي كثير موتيفيشن على ارض الملعب وبتساعد المدرب بتشيل عنه شويه بريشر. Players who are used to winning because they know what it takes to be successful, they have learned how to play the price, to pay the price. اللعيب اللي بيعرفوا يربحوا هن اللعيب اللي بيعرفوا قد ايه صعبه انه توصل لهيدا الربح، لانه راح يكون الطريق كثير وعره وكثير كثير صعبه، وبيعرفوا كيف يدفعوا الثمن تبعها ليقدروا يربحوا بطولات. في many kind of player، عندنا كثير انواع و type of player. Selecting good players، اهم شيء عندنا لعيبه عندهم القدره الرياضيه جيدة واللياقة البدنية selecting players who have agility quickness، عندهم الباور، عندهم القوة، عندهم الانديورنس، عندهم قدرة التحمل، عندهم البنية المضبوطة the right body type، الجسم الصحيح لهذه اللعبة for basketball or else and good fitness level، يكون عندهم مستوى كمان من اللياقة كتير جيد with good skills، مهارات جيدة and most of all the players who love the game، وأهم شيء يكونوا بحبوا اللعبة with a basketball IQ، يكون عندهم الـ IQ knowledge المعرفة high energy continuing development، بحبوا يتطوروا مش انه خلص تعلمنا اليوم هيدا وزهقنا وما بدنا نكفي نتعلم، ويسألوا الكوتش يسألوا ليتعلموا are more important than fundamentals which can be taught. skills والمهارات نحن فينا نعلمها، بس هوديك القصص كلها اللي حكيت عنها صعبة بدنا نجرب نلاقيها ببعض الأشخاص ومش بكل الأشخاص منلاقيها أو بكل اللعيبة. look for players with good fundamental who know how to play. اوكي سوري هون رجعنا شوي لورا. اوكي بلاير سيلكتينج بلايرز و هاف اجيليتي كويكنس حكينا عنها، رح ننتقل على النقطة الثانية يلي هي كمان خاصة بهذا الموضوع. لوك فور بلاير، في عندي شيء اسمه سكيل وفي عندي تالنت، في ناس عندها مهارات وفي ناس عندها الموهبة. اتس ديفرنس بتوين ذا سكيل والموهبة. الموهبة ممكن اللاعب ما يكون عنده السكيلز كلها، نحن هيدا شغل تبعنا نحن كمدربين. السكيل إذا موجودة بس نحن نشتغل إنه نطورها ونساعد هيدا اللاعب إنه السكيل تبعيته تصير إذا بدكم أدفانسد أكثر، بس إذا المهارة موجودة إتس إيزي. التالنت مرات ما بيكون في مهارة معها بترفقها، سو نحن وي هاف تو ورك أون ذس. Look for players with good fundamental who know how to play either defense and offense or both, have good skills, can handle the ball, play smart and hard and have good instinct of the game. كثير مهم نجرب كمدربين اذا عندنا بلاير عندهم مهارات وبيقدروا يلعبوا الاوفنس والديفنس مثل بعض، وهذا شيء كثير مهم لنا. Character. Look for players who hustle all the time. لعيبه عن جد ناويين يعني يقتلوا حالهم على الملعب كرمال الفريق وكرمال الكوتش وكرمال الربح. Have a great work. Have a great desire to play and compete. عندهم الشوق والباشن والشغف انه يلعبوا ويتمرنوا كل يوم. Not afraid to get hit. ما عندهم مشكلة انه ينضربوا او يروحوا حالهم او يكون عندهم وجع. True warriors. يكونوا عن جد محاربين حقيقيين بهاي attitude. يكون عندهم الليفل كتير عالي من المنتل. يكونوا ready. يعني مش 80% حتى 90%. You might pick a player who might not have all the skills. ممكن يكون عندك لعيبة ما عندهم كل المهارات. You want to have but the right player with the right attitude to learn. بس يكون عندك اللاعب يلي عنده الwilling وعنده الاتيتود يلي هي بتخليه يتعلم. We all want players with energy. ما في مدرب ما بده لعيبة يكون عندهم energy ويكون عندهم طاقة قوية. Players are committed to the game. بدنا لعيبة يكونوا ملتزمين باللعبة. Have passion for the game. Dedicated and have a great desire to learn. And to be coachable. هيدا أهم شيء. في كتير لعيبة they don't care about the coach what he's talking about. بيشرح بيكونوا هن عم بيحلموا غير مطرح. كتير مهم اللاعب يسمع من المدرب ليتعلم. وهيدا الشيء بسهل مهمة المدرب. يكونوا ready to listen and learn and love to play. بحبوا يلعبوا بس عشرة يسمعوا المدرب. يسألوا. يتعلموا take advice and respect the advice. ياخذوها للادفايس كنقد بس نقد ايجابي لهم ليقدروا يتقدموا. Players with a team comes first. لعيبه بهمهم الفريق بالاول مش بهمهم هن، يكونوا اوفياء للفريق للمدرب وللنادي. Show leadership. يفرجوا دائما the good spirit and the good leadership تبعهم. يفاجئوا المدرب يعني ببعض السيتويشن اللي ممكن تكون جدا صعبه، اي لاعب ممكن يظهر عن قياده فجاه، هيدا الشيء بخلي المدرب كمان اكيد ينبسط. may have limited talent. they do not have great size or skills. مثل ما حكينا ممكن يكون عندك لعيبه ما عندهم the great size or skills or good speed او السرعه او natural ability. خلقانين هن natural عندهم. في ناس عندها jump كثير عالي different عن غيرها، وغيرها بيقدر ينط وقد ما تمرنوا ما بيقدر ينط قد هيديك الاشخاص لانه هيدا الشيء من 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 الله. But know how to get the job done. بس لعيبه بيعرفوا كيف يخلصوا الشغل
تبع المدرب وشو مطلوب منهم. Remember, successful teams are made up of different kinds of personality. دائما بالنسبه لي انا الفرق الناجحه هي الفرق يلي فيها different kind. ما فيك تجيب شخصيه واحده وتركبها بالفريق، بده يكون في عندك different kind وبدك تتعامل مع كل الكاركتر. Final decision النهائي، how do you pick players depending on what the question is based on their good performance, skills, speed, character, ability to play, IQ اللي حكينا عنهم, potential scorer, good defender. For me, I don't cut a player with a bad performance on that tryout day. إذا عم بعمل tryout للعيبة وأنا I'm seeking كل هودة، ناطرة حدا يجي مايكل جوردن لعندي، ما رح لاقي مايكل جوردن، لا رح لاقي حدا يمكن مبلش يلعب باسكت بول وكيف بلش مايكل جوردن طريقه، ما حدا صار ستار بلا ما يشتغل على حاله حتى لو كان عنده الموهبة أو حتى عنده المهارة. ف for me I don't cut a player with a bad performance on the tryout. لا there is always second chance بعطيه دائما another chance لأنه بيبقى اللاعب جاي على tryout في pressure عليه، خايف هل المدرب رح يحبني ما رح يحبني، هل أنا رح أدي أدي البرفورمنس تبعي الأداء تبعي بشكل جيد إنه فرجيه نظرة حلوة للكوتش إنه يقبلني بالفريق. ما فينا دغري نحن من أول tryout نحكم على اللعيبة، مرات في لعيبه بتلفقنا نظرنا بشكل سريع، في مرات لعيبه بنلاقي انه نحن فينا ناخذها ونشتغل عليها، ومرات في لعيب بنلاقي انه عن جد this is not the game for them وبنقول لهم اياها. لازم نكون صريحين، لازم نكون صريحين، مش نفوت على فريق نستلمه وفي حدا صار له 3 4 سنين وفجاه نقول له خلص خل الله معك، لا نشتغل عليه، ممكن ننقله على فريق ثاني يعطيني لإلي شيء ما قادر يعطيني اياه بالفريق يلي انا الاساسي اللي هو كان بقلبه. You see good potential who are hard workers and make intelligent plays. يعني نحن بدنا لعيبة يكون عندهم own potential، يكون عندهم ذكاء بالملعب. You have to believe they are going to improve. لعيبة بدي آمن فيهم إنه هن رح يتحسنوا. If in doubt, invite them for the second tryout. ما تشك، ما تحط لهم شك، بالعكس إذا حاسس إنه في لاعب شاكك فيه إنه أنا بخليه ما بخليه بياخده ما بياخده، it's okay give yourself another chance واعطيه له second chance لتشوفه next time، خليه يكون ready دي أكتر mentally. We are people with feelings. نحنا بشر، نحنا المدربين والplayers with good skills but not good experience. كلنا نحنا منتعلم من حياتنا ومن من experience تبعنا ليصير عنا experience. كل خبرة بتزيد خبرة علينا، ما فينا نقول نحنا we have great experience. كل درس عم نعمله، كل شغلة هلأ عم نعملها نحنا عم نتعلمها day by day. It's a new experience to add on our all the whole experience of us. Shy character, they won't give us much maybe from the first time and maybe they will surprise us. كرمال هيك في لعيبة كتير بيكونوا مستحيين وخجولين، فما لازم نحنا نوقفهم، بالعكس لازم نعطيهم chance تانية يمكن next time يفاجئونا. Coaches and the players will know how basketball will impact their life. المدربين واللعيبة رح يعرفوا كيف الباسكتبول رح يتأثر على حياتهم. They will learn teamwork as a team and their daily life also. أنا من خلال خبرتي تعلمت شو يعني teamwork، من خلال coaching تعلمت شو يعني فريق، شو يعني عائلة، من our daily life also. أنا يمكن بشوف لعيبتي أو كنت أقعد بالملعب أكتر ما أنا شوف عائلتي اللي هي عائلتي أهلي. Passion, how to be passion waiting things to happen at court in their life. تعلمنا يكون في عنا passion, how to be passion waiting things to happen. ننطر لنوصل لشيء اللي بدنا اياه بالملعب وحتى بالحياة. Meeting new people, نتعرف على أشخاص جديد. فتحت لنا كرة السلة مجال نتعرف على partner, colleague, coaches, people to meet maybe people from all around the world. مثل ما عم نعمل هلأ عم نتعرف على مدربين عرب صح من خلال الويبينار، بس هيدا كمان تعارف من نوع تاني، من نوع آخر فرضته علينا الأمور والأوضاع الصحية. And especially we learn that your team as a coach and a player, it will become a big family. Team, it's a family. If you cannot believe in a team, it's a family, you cannot believe in a team at all. Discipline is the most important thing in sport, in basketball and in life. Discipline, شي كتير مهم. We will learn life skills. رح نتعلم مهارات حياتية، مهارات الحياة، مش بس مهارات كرة السلة بالملعب. Pushing boundaries. The joy of sport, فرح الرياضة. We will gain good health. رح نكون في عنا صحة جيدة أكتر من غيرنا، نعرف كيف نحافظ عليها لأن الرياضة هي صحة. Peace of mind. رح يكون عنا peace of mind. سلام داخلي. Equality. نتعلم الإيكواليتي بين الكل. ما نقدر ما نحط حدا أقل من مستوينا. نتعلم إنه نحنا كلنا equal. Overcome life challenges. لما يكون في عنا تحديات بالحياة. When accepting losing and working hard again to reach winning. لنتقبل الخسارة. كل إنسان بحياتنا عنده قصص وعنده ناس وعنده إشياء فقدها. نفس الشيء لعبة كرة السلة فيها خسارة وربح،
ولما تتعلم كيف تخسر ترجع تربح، نفس الشيء مثل الحياة، من خلال كرة السلة تعلمت أنا كيف أتقبل الخسارة بحياتي وأخسر ناس كثير عزيزين على قلبي، ومن خلالهم أرجع أوقف على إجري، لأنه هن بالنسبة لإلي هن الأمل، هن كانوا طريق للنجاح. building friendship، تبنوا صداقات، being powerful in a good way، يكون عندك السلطة بس بطريقة كثير حلوة، مش إنه أنت أهم شيء وما في غيرك، لا، better in mind better in body، بيقول المثل دايما إذا راسك انت good your body is good. A way of understanding life، بيصير في عندك طريقة تتفهم فيها الحياة بطريقة أحسن بطريقة إيجابية أكثر. We will find our balance، نقدر نلاقي التوازن ونعمل good self control على حياتنا، بين العالم بين المجتمع تبعنا، بالملعب وبرات الملعب، لأنه أنا بالنسبة لإلي إنه الباسكتبول it's a life lesson، هي درس للحياة. Being strong will add values to our life، نتعلم نكون قوية، بيصير في عنا قيم أكتر بحياتنا. will build our self esteem، بيكون في عنا ثقة أكتر بحالنا. will feel the life altering empowerment that team sports can bring، قديش الرياضة بتقدر تعطينا empowerment، قديش بتقدر تقوينا من كل الميلات. love and the passion of basketball، the joy and the experience، الفرح من الخبرة للجوي. we will learn cooperation، نتعلم كيف نقدر نحنا نتواصل communication better communication cooperation، التعامل مع الآخر. focusing more، بصير في عنا تركيز أكتر. release stress، بتخفف الضغط. عم بحكي عن الباسكتبول وعن السبورتس ككل، يعني كل الرياضة ممكن بتوصلنا لهيدا الشيء. as a coach كإنسان، هودي القصص كلها بصيروا موجودين معك بحياتك، بيساعدوك بالملعب وبرات الملعب. we will become a leader and role model being active all the time، بنضلنا معجوقين وبدنا نضلنا active وفعالين كل الوقت، بنصير نحن role model لغيرنا، وهيدا الشيء بيعطينا passion. أنا لما نيجي تلميذي يقول لي كوتش إنه أنا بالنسبة لإلي أنت ماي رول موديل، هيدا الشيء بيعطيني فرح، هيدا بيعطيني فرح، وهيدا بشيء خليني أشتغل أكتر على حالي لأعطيه أكتر 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 experience، ولا أعطيه passion، ولا أعطيه motivation أكتر، ويضل يشوفني رول موديل وما خلي هالشيء يخليه يغير بنظره. all sports and basketball have the power to change the world for better basketball overcome social، نتخطى كل الأفات الاجتماعية من وراء الرياضة، من وراء كرة السلة، منفك كل الكالتشرال الباريوس، كل الحواجز الثقافيه، and change mindset، ومنغير العقول، and empower people worldwide، ومن اول عالم حوالينا. وهذا الشيء الرياضه والباسكتبول بتجيب العالم اكثر لبعضه. how to be a good practice coach، رح ننتقل على البراكتس كوتش. you make the practice should be well organized، التمارين تبعك لازم يكون جدا منظم، لازم يكون دائما في عندك practice plan ومحضر قبل بوقت، توصل قبل التمرين ب 30 دقيقة، يكون معك all the equipment، تتأكد انه معك your board all the time، الوصل موجودة معك، دائما تياب للرياضة. طبعا مرات بيضطر الكوتش اذا كان عنده meeting بالأوفيس او meeting دوام عمل ما قادر يوصل على الملعب، يكون لابس تياب للرياضة ليقدر يشتغل مع التلاميذ وكمان it's okay اذا مرة سيء، ما يكون دائما بفورمال uniform. coach practice goal to teach fundamentals and skills to study the correct technique، اهم شيء شو البراكتس جول تبع كل مدرب وانا شو بلاقي، لازم نعلم المهارات بشكل كثير جيد ونصلح الاخطاء. to establish a team system on offense and defense، يكون في عنا سيستم معين بخصنا لنا نحن كمدربين، لانه كل مدرب لنوصل الاوفنس والديفنس بطريقه هينه للاعب يلي عنا حسب اكيد الليفل وعمره يقدر يتقبلها. to stress execution and timing on offense and positioning on defense، يكون في عنا توقيت لكل هيدا الشغل. to get the players in shape by using good training habits and physical conditioning، دايما نحضرهم باللياقه البدنيه الجيده لتخليهم in a good shape and كمان prevent injuries. to make practice fun، خلوا دايما التمرين مسلي وفن، ومن وقت لوقت مش مشكله اذا المدرب مزح شوي مع تلاميذه، اكيد ضمن الحدود، ودايما يكون في عندهم limit between the coach and between the players. to increase quickness to get the player to think quickly and move quickly، يتحركوا بسرعه يشتغلوا بسرعه وكمان يفكروا بسرعه. to help improve quick movement run fast drills، ويقدروا يعرفوا كيف how to run fast drills، تمارين اللي هي بدها سرعه. to get the players to concentrate and practice exactly as they would in a game، خلوا اللعيبه بالنسبه لي انا بهمني التلاميذ يركزوا بالتمرين قبل ما يكون في عندي جيم، يعني بهمني التركيز بالتمرين قبل الجيم، لانه ركزت بالتمرين بالنسبه لي رح تكون مركز بالمباراه. to create mental and physical discipline in practice، دائما يكون في عندنا ديسيبلين فيزيك ومنتل بقلب الملعب، الاثنين اثنيناتهم بيلحقوا بعضهم. to establish a positive atmosphere to build confidence، دائما يكون في عندنا positive atmosphere، جو ايجابي دائما لهيدا الشيء يبني ثقه بين المدرب وبين اللعيبه. to have a specific goal for the team in each practice، كل تمرينه
كل تمرينة او كل دريل بصير نشرح للاعب ليه عم نعمل هالتمرينة وين بدنا نعوزها، مش نقول له اعمل هيك وهو منه فهمان شيء، واللاعب لازم يسأل، وكثير حلو لما اللاعب يسأل المدرب هيدي لشو هي لشو وهي بشو بتفيد. such as skill development strategy، يكون في عندي استراتيجية كرمال المهارات، تطوير المهارات لعند اللعيبة عند اللعيبة بالملعب. It's not how you coach، مش الطريقة كيف تدرب فيها. What you make important to the kind of the team you want it to be. The practice will reinforce your system, your style of play, your philosophy and your personality. من خلال التمارين اللعيبة بيصيروا يحفظوك انه انت كيف بتفكر، كيف بتحب الدفاع يكون، كيف بتكون الهجوم، بتحب الهجوم يكون سريع، بتحب تبطئ اللعبة امتين، بتحب الفاست بريك، بتحب البلاي يكون اجريسيف. انت كمدرب هيدا الشيء الفيلوزوفي تبعك من خلال التمارين، من خلال البراكتس بلان تبعك، اللاعب رح يحفظك ورح يصير في هذا الكومبينيشن ورح يصير في هذا الكونكشن between you and your players. We don't want our players to be afraid from making mistakes. It's okay. Let them do mistakes. Teach them that mistakes are a natural part of learning process. الأخطاء هي مزبوط لازم يكون natural part. هيدا شيء طبيعي جدا من learning process. لطريقة التعلم. We always should give feedback. دايما لازم نعطي feedback. Correct during practice and explain. نصلح ونوقف ونقول للاعب إنه أنت صلحت. To explain to him and to the whole team. لما نصلح للاعب كل الفريق بده يسمع. مش بس اللاعب بياخده على جنب وبصلح له، بالعكس بيكون هو good example for other not to commit the thing another time، يعملوا الخطأ مرة تانية. We should always give lots of verbal praise and pat players on the back when drill or skill is done right. لما اللاعب يعمل تمارين صحيح أو يفرجيك شيء هيك مبهر، زقف له، حط إيدك على كتفه، مش مشكلة، تضحك له، انبسط له، أعطيه هيدا لهيدا لهيدا الشيء، هو بينبسط اللاعب لما تعطيه شوية push وشوية motivation بنظرة يمكن. بجستير معينة بفاشل اكسبريشن رح ينبسط، وهذا الشيء يمكن نظرة واحدة، يمكن غمزة، يمكن إذا شديت له على إيده أو على كتفه أو زقفت له رح ينبسط، هذا الشيء بيعطيه كتير باشن. We should always be challenging، لازم دايما نتحديهم ونحن نتحدى حالنا ودايما نشجعهم to the extreme للآخر، pushing them to their maximum لآخر شيء ممكن يعطوه. Teach them not to be selfish وما يكونوا أهم شيء أنانية. Coaches have to go on the floor or the field. لازم نكون دائما نحن محمسين وقت ننزل على الملعب مثل ما حكيت، always ready، نترك كل personal stuff برا، كل المشاكل تبعونا برا ننساها ونفوت على الملعب focus only on the team, on the court, on the ball. When your practice is hard, make sure to make it fun. لما التمرين تبعك يكون قاسي ومتعب دائما فوت فيه الفن، خلي يكون نفس الوقت في competition مسلية. Practice are almost as important as a game. بالنسبة لقلة التمارين كتير مهم مثل المباراة. Coaches have to be organized in practice because most of the work is done there. كل القصص بتصير بالملعب، لازم تكون انت ready ومحضر حالك كتير منيح. The practice plan is very important to prepare your practice before. مش توصل على الملعب مش عارف من وين بدك تبلش، ودايما تترك reference frame عندك، يعني انا last week شو عملت؟ اليوم شو بدي اعمل؟ شو بدي صلح؟ اليوم شو التمارين تبعي؟ offense, defense, team defense, shooting, passing, warm up, conditioning only. لأنه مرات أنا بعمل conditioning only، مرة بالجمعة بتكون بس لياقة بدنية. It depends on my season also. It gives you a feeling of being organized. لما يكون الإنسان منظم بحياته ببيته بشغله رح يكون هيدا الشيء بيعطي ثقة، وهيدا الشيء بسهله الأمور وبسهله المهمة تبعيته. You should always have a practice plan beforehand and always ready to an variation on court. Variation on court يعني توصل على الملعب في مشكلة، انت عندك 10 طابات في مشكلة ضايعين 7 او ما في حدا يفتح لك، في عندك 3 طابات وعندك 15 لاعب. You have to create variation. اذا عندك اليوم passing and drill مقرر تعمل passing drill with 10 balls and you have 3. You have to adapt. You have to create something fast on the court and do a drill with 3 balls. وما تغير المفهوم تبع الجيم تبعك. You have to create دغري دغري تقدر تعرف تغير بين drill and drill. You can sometimes let the player organize and prepare a fun or challenge game to build a good spirit in the team. من وقت لوقت فيك تعمل انت وتطلب منهم انه هن ينظموا لعبه. يعني انا مثلا بعطيكم example، ما بعرف اذا حدا من الصبايا عم يسمعني بالسمر، sometimes I play football with my girls. نلعب دوج بول، نتسلى، نضحك مع بعضنا، شوفوا قد ايه بينبسطوا انه الكوتش عم بيركض معهم وعم بيلعب، ولما يسيبوني قد ايه بينبسطوا انه هن they did something very good. يعني هيدا الشيء it's very fun، هيدا الشيء بيساعد to build the spirit in the team. Most important thing, keep notes on practice for reference. دايما لازم يكون في عندك نوت مثل ما حكيت قبل شوي حطتهم عندك، دايما يكون في عندك practice plan. لو بده يكون عندك الخزانة مشقعة أوراق وكتب، لازم يكون في عندك all the plans, all the practice on board.
بي prepared for the small detail for each practice. لأقل لو أصغر تفصيل لازم تكون ready. Have a framework اللي حكينا عنه to all practice and adjust them according to what you have to improve on and the team you are to play next. Who next time I have to do? What team are we going to play? Be ready always. The practice plan is to do the list. لازم تعمل to do list. كيف واحد بحط اليوم أنا بدي أروح على الماركت بدي أجيب واحد اثنين ثلاثة وبأيدهم. The same thing we should do in basketball with more details, of course, of things the coach has to do make them become a better team. إذا بتكون أنت عم تحضر بهالطريقة فريقك رح يكون better team. كل شيء رح يكون well organized وأنت رح تكون كمدرب كمان مرتاح. Make sure you cover all aspects of the game during the practice. لازم يكون في عنا اللياقة البدنية، الهجوم والدفاع والمهارات كلها. The physical part, the part البدني، القوة، الأجيلتي، السرعة، الفلكسبيتي، الاندورنس، قدرة التحمل، technical stuff، الأمور التقنية، the skill execution يعني كيف تطبيق المهارات على الملعب، tactical and strategy. The mental ability to concentrate, handle pressure, correct mistakes. تصلح الأخطاء، يكون عندك الability to concentrate all the time and handle pressure. إذا صار عندك أي مشكلة بالملعب مع أي لاعب تعرف how to handle pressure وما يروح التمرين هيك. The physical conditioning part of the practice. Each team needs a strong fitness level. كل مدرب بحب أنه يكون في عنده فريق قوي، عنده لياقة بدنية عالية. Give energy to the players to work on their skills and system without experience fatigue and injury. لازم يكونوا ready لما يصير في عنا كتير injury يكون ويتجنبوا الانجري ويتجنبوا التعب. Of course, participating, practicing really hard will get them into their top level of physical condition for playing at high intensity. لما تكون انت عم تشتغل معهم على اللياقة البدنية هذا الشيء بيساعدك انه هن يكونوا جاهزين بالمباريات القاسية ما يصير في عندك injuries او تتفاجأ بأي شيء ممكن يصدك. My philosophy انا practice philosophy is to play harder in practice than in a game. انا بالنسبة لإلي للاعب اللي بيلعب very hard in practice وبياخد التمرين بشكل جدا جدي وبيروح فيه للإكستريم into the maximum is the one that can be able to play on the court during the game. The technical part, الجزء التقني. Every team should work on fundamentals every day. Every day. كيف السيارة بتمشي على البنزين وبلا بنزين ما بتمشي. Fundamentals هن أساسيات كرة السلة. A team has to master the basic skills. لازم يكون في تمس يعني يكون خلص صار كتير حافظهم وما بحاجة بقى كل مرة أنه يتكرروا صاروا جزء منه. On the game to execute the basic plays for the game. Because if the players have bad habits, they have to rebuild their skills. يعني إذا واحد تعلم المهارة بطريقة غلط وتعود عليها غلط رح يمشي فيها غلط. بصير كتير صعب أنك ترجع أنت تعلمه إياها من أول وجديد أو تعلمه a new skill. So كل skill لازم تعطيها حق أو لازم اللاعب يكون عن جد متمكن منه. لما يصيروا ال basic skills متمكنين منه للعيبة هيدا الشيء بسهل لك أنت شغلك على أرض الملعب كمدرب. The team drills part of practice. تمرين الفريق. Team drills. Practice are to teach skills, system and strategy. Team offense, team defense, system and tactic. Breakdown drills where coach stop and give feedback. وقف وفسر. Drills game more to what will happen on the game. يعني لازم تحط تمارين يكون فيها game situation. حالات ممكن تصير معنا بالملعب. مثلا jumping ball. في تكتيك معينة للجامبينج بول تبعك، كيف يوقفوا لعيبتك، كيف اللاعب يلي هو البيج جاي عم يعمل التيب كيف يكبها، لمين يكبها، بأي إصبع يمكن يكبها، في كتير على الفري ثرو، وي هاف أولسو سم سيتويشن ذات وي كان ورك على الإنباوند، على الأوت أوف باوند، على الأوفنس، على الديفنس، على كل شيء خاصه بالاستراتيجي أوف ذا جيم. ران بروجريسيف أند كومبيتيتيف دريل تو ميك ذيم فيل أند هاندل ذا بريشر. خلي بتمارينك في كومبيتيشن، خلي هن يحسوا بالبريشر ليتعلموا هاو تو هاندل ذا بريشر ليقدروا بالجيم يقدروا يطبقوا هيدا الشيء. اوفنسيف اند ديفنسيف سكيلز، مهارات هجوميه ومهارات دفاعيه مثل ما حكينا لازم يتضمن التمرين كل هيدا الامور. The mental preparation part of practice، الجزء النفسي. For me a lot of mental practice are done through conditioning drills. لانه conditioning drills و tough drill هن بخلوك to be ready mentally. لما انا مثلا بستعمل الباد، بستعمل القاسية اللي هنا الفلوكون، بستعمل كتير facilities and stuff to put some toughness on my players to handle, to get hit. ليتعلموا انه بالملعب رح تاكل خبيط، رح تاكل تدفيش، رح يكون في trash talk بدينتك. لازم يكون في situation كل تمارين خاصة بالconditioning drills واللي هي تسمى بالنسبة لقلي toughness drill، تكون تمارين قاسية. Teach player one more no matter how you feel. They will help and create players with mental toughness to do the one more no matter what during a game. يعني suicide. بيوصل اللاعب لسانه على الأرض. لازم يوقف. لازم يرجع يكفي. You have to push him. Maybe sometime you have to run with him.
مرات تركض مع اللعيبه تبعك، مرات اذا عندك 30 دقيقه بدك تركضهم just only running you can run with them for 5 10 minutes give them a push ساعدهم ليقلعوا، هذا الشيء بيعطيهم motivation. I'll give you some tips and advice to help players build mental toughness. هيدا كمان my personal view. كل مدرب هو حر كيف بيتصرف مع لعيبته. Create as many as a pressure situation as possible during practice. نحط pressure situation بالتمرين. Train them to take the right decision. يتعلموا ياخذوا the good decision. يعني يتعلموا امتين لازم. When I have to dribble. When I have to pass. When I have to attack. مرات اللاعب لازم يشوت بيلعب باس. مرات لازم يلعب باس بقوم بروح على السلة. لازم يتعلموا من أخطائهم، لازم نحط game situation ليتعلموا منها. And react right way in a pressure situation ليعرفوا يتفاعلوا مع ال situation يلي هي بتكون صعبة بالملعب. They should go over and over offensive set play in their minds 100 times. يعني أنا في عندي فرق برسم لهم السيستم مع كل التفاصيل. I have one of the software وببعث لهم إياه as homework and they should do it. They should write it back again and do it in their minds 100 times maybe. ليقدروا يحفظوا. مرات في لعيبة بتحفظ من أول مرة. أكيد مش يحفظوها 100 مرة يعني يحطوا السيستم ويقعدوا كل الليلة عليه. لا. عم نحكي إنه من وقت لوقت لازم يتكرر السيستم على أرض الملعب. لازم نوقف كتير نغلط كتير ليحفظوا السيستم. ومرات كتير بيخزلوك على أرض الملعب لأنه إذا عم نحكي حسب الليفل إذا صغار ويوث بيتلبكوا وبيضيعوا بيخافوا يغلطوا بيخافوا يعملوا شغلة غلط. ومرات السيستم ما بيمشي. It depends on the defense. مرات بتكون طالب منه شيء بيصير شيء تاني وهيك بيشوف اللاعب مرات انه this is what I saw best for the team. It's okay. Let them create mistake. بعدين انت بتشرح لهم. Player should block all distraction and pay attention. كل شيء ممكن هو يعملهم distraction ويضيعهم لازم هن to pay attention all the time. Have a simple framework for a 2 hours practice. اذا عندك تمرين لساعتين او ساعة ونص لازم يكون في عندك دايما warm up, stretching, jogging بالاول. دايما لازم يكون في passing drill, fast break, conditioning, individual offense and defense skills, competitive offense and defense drills, shooting drills, etc. كل واحد بحط حسب شو محضر للتمارين تبعه بس أنا عم بحكي بشكل عام. Always give water break for the whole team. طبعا الwater break ليضل جسمهم دايما ready. Players are allowed to drink water of course. أكيد مسمح لهم يشربوا ماء. Plenty of liquid كتير مهمة منشان التعب ومنشان ما ينشف جسمهم من الماء. مش تقصصهم يعني انه ممنوع تشرب مي لانه انت غلطت هون ودائما لازم يكون في عنا دبريف بالاخر about the practice share with your players about how you felt about the practice اذا كان the practice very bad talk with them about next game about next practice about specific system maybe a fun joke or a good story to teach them a specific value of life ممكن تخبرهم نكتة ومن خلال هالنكتة توصل لهم انت شغلة بدك توصل لهم اياها صارت بالتمرين ليكون في عندهم قيم بالحياة about a real person who became a champ. How did he overcome all the obstacles and so on? فيك تخبرهم خبرية عن حدا واجه كل الصعوبات لصار حدا كتير مشهور. هذا الشيء كمان بيعطيهم motivation. Framework study, coaching the principle of the game progressively according to players and team stage of development. لازم دائما يكون المدرب عنده framework. يعني لازم يكون في عنده مثل ما حكينا قبل شوي الاوفنس والديفنس اول ذا سكيلز عند الاوفنس بارت ديفنسيف ترانزيشن ديفنس اند اي هاف اوفنسيف ترانزيشن لازم كلهم يكونوا دورينج اور براكتس مش يتعلموا بارت وبارت الثانيه ما يعرفوا براكتس بلان تمبليت اول ذا كوتشز عم بعطيكم ما راح اوقف عندهم هون عم فرجيكم مثلا هون ويك 1 ويك 2 شو حطينا التايم ديفايدز انتو جروبس ار ذير تو ماني وانس هون في عندي تريننج ثيم هون في عندي اوفنس هون في عندي شوتينج رح نمر عليهم هون هودي براكتس بلان كل كوتش في هو يعمل هيز اون براكتس بلان يحط انه شو اشتغل بالاول شو اشتغل تكنيكال بالنص شو اشتغل سمول جروب اكتيفيتي اور لارج جروب اكتيفيتي كيف كانت الامور عم بتصير التايم تبع كل دريل قد ايه لازم ياخذ وقت يرسم الدريل عنه كل مدرب طبعا عنده هيدا البراكتس بلان تبعه الخاص لازم يكون ريدي معه بقلب الملعب بول هاندلينج مثلا هون عم نحكي اوفنسيف فاندمنتلز يلي هن سكيلز الهجوميه footwork, ball handling, dribbling, passing, هون عم نشتغل قصص دفاعية, deny wing, defensive screen, it depends. عم فرجيكم أنا هيك على السريع practice plan. يعني today we are not going to talk about the drills and about skills. بس عم فرجيكم أنه كل مدرب لازم يكون في عنده his own practice plan ready. هون رح نحكي على السريع under 10 كمدرب دائما لازم يكون to develop a positive culture to help players and families engage with basketball with this. Culture players enjoy doing their best every day to improve at something they love. يعني under 10 لازم يكون أكثر التمرين fun.
ينبسطوا يتسلوا يحبوا اللعبة يتعلقوا فيها لبعدين تشتغل معهم. لازم يكون في بيرسونال فاليوز كي انت عم تعلمهم مفاتيح مهمة، الالتزام، التيم وورك، ريسبكت، اهم شيء كمان ريسبكت، التعاطف، ترانزيشن اوفنس يتعلم هون صرنا هلا بسكيلز، progressing up on the court and transition penetrating the defense mostly يشتغلوا على one on one. ما رح أوقف كتير عندهم هودي، بس إنه as coaching عم بحكي شو القصص اللي ممكن لازم تمرق. transition defense كمان protecting basket getting back home defense، كيف يحموا السلة، كيف يرجع بسرعة على الدفاع، stopping penetrating إذا في حدا is penetrating، كيف أنا على الدفاع one on one كيف بوقف، كيف أنا I defend the ball، I defend the player with the ball أو I defend the player without the ball. conditioning fun games that give children a chance to understand space, dribble, pass and shoot. بنفوت بقلب الكونديسيون فيزيك تبع التمارين تبعنا، dribble, pass and shoot، السكيلز تبع اللعبه. حكيتها مره الماضي انه في لعيبه كثير كوتشز بحبوا يعملوا التمارين اللياقه بلا ما يكون في طابه، انا مش كل الوقت بحب دخل الطابه. coaches should be supporting children to develop a broad range of motor skills such as agility and use. هن بيكونوا بمرحله تطور، we don't need to do a lot of conditioning stuff، بيكونوا قاسي معهم. في يكون عم نعمل لهم كلاسيكال وورم اب، رانينج، جامبينج، كاتشينج، تاج جيم، فان جيم، العاب فيها حركه كل الوقت، ستيرز جيم، جامبينج روب. اندر 12 شو الهدف؟ باسكت بول از نو لونجر جاست فان اكتيفيتي، بطلنا هون كثير فان اكتيفيتي، هون صارت شوي الامور اكثر جديه، صارت لايف ستايل تشويس اند سنترال بارت اوف ذا تشايلد ايدنتيتي، صار بدنا نعطي ايدنتيتي للاعب، they can't wait for the next practice or game، ما فينا ننطر، صار لازم اللاعب يتعلم السكيلز بطريقه مستواها اعلى، it's not only about fun. كمان طبعا دائما يكون في عندنا personal value, commitment, teamwork, التعاطف, respect, communication. offense يبلش هون يتعلم to penetrate one on one, getting open, كيف يتعلم يطلع ياخذ طابه، يعني ال V cut, L cut, backdoor cut، يبلش 3 on 3, 2 on 2, work on different ways to receive the ball، يتعلم كيف يطلع ياخذ الطابه وقت يكون في عليه دفاع ضاغط. هون بلشنا شوي نعلي الليفل تبع التمارين تبعنا، كيف ننتقل من مرحله لمرحله. work on different ways to receive the ball and the creation of advantage. basic spacing نعلمهم importance of movement، قد ايه مهمه الموفمنت اوف ذا بول with spacing، اهم شيء السبيسنج بالملعب، reading and reacting the ball and player movement، يعرفوا يتعلموا كيف يقروا وكيف يتفاعلوا مع الطابه ومع حركه الطابه ومع حركه اللاعب بالملعب. طبعا الديفنس كمان البول موفمنت، كيف نتحرك على الطابه، position ball، defender، basket، على السله كيف ندافع عنها، recovering على one on one، press the ball كيف نعمل ضغط على الطابة، helping and rotating، helping and recover، shallow triangle position of the ball، different zone of the court، shooting. also كمان نعلمهم كيف يعملوا motion offense، pass, cut and replace. conditioning fun games that give children a chance to understand the space, dribble, pass and shoot. كمان هون منفوت الطابة بالconditioning fun games، low structure and high freedom، priority one on one، two who one situation، بلش يشتغلوا على 1 on 1 2 on 1، وقت نلعب 5 on 5 use game principle from 1 on 1 2 on 2 and 3 on 3. يعني اذا علمناهم pass and move to another spot او pass cut replace او L cut او B cut، كل هودي بدهم يكونوا عم يدخلون بال 5 on 5. هون عم بحكيهم بشكل شوي سريع لانه it's not يعني ما بدي اطلع على الموضوع الاساسي بس لازم امرق عليهم. coaches are supporting children develop a broad range of motor skills, time to refine running, jumping, agility, balance, coordination and speed. the skill technique section will other further details as to how to link these two areas. هون طبعا تمرين لحاله خلال التمارين وقت يكونوا عم يعملوا jumping and agility and running كله عم يصير عم يتطور، هن بمرحله تطور ومرحله نمو لجسمهم. under 14 helping players manage the various transition key are going through from mini basketball، يعني كانوا هن بمرحله mini basketball صاروا هلا اكثر national league، صار في عندهم championships، صار في عندهم منافسات. from primary to secondary high school body and mind، هون لازم يكون body and mind تبعهم صار اكثر mature، intensity may increase، صار في عندنا تمارين اقصى، enjoyment must remain، طبعا الفن لازم يضل موجود بس بده يصير الامور اكثر جديه بالملعب. personal targets and developing program can be introduced، صار في عندنا نحن هدف بدنا نقول لهم نحن هلا بطلنا it's just only having fun، صار في عنا قصص بدنا نشتغل عليها. هون مش رح عيدهم personal value is the same بس advanced skills أكثر لهيدا العمر. same offense، ball circulation، يتعلموا كيف يعملوا ball motion، continue to promote pass and cut، introduce pass and stay، give priority to dribble penetration، receiver has advantage، encourage ball reversal. كل القصص يلي لها علاقة بال offense transition أو defense. كمان transition defense، slow step ball progression، كيف نوقف الطابة، كيف نعمل helping and rotating، كيف نعمل close out للطابة لما بدي اطلع defense close out على الطابة، كيف اعمل fake
on penetration. Generally create more situation where decision making. هون لازم بلش يتعلم اللاعب بهذا العمر كيف يعرف ياخذ قرارات 2 on 2 3 on 3 طبعا 1 on 1 2 on 2 3 on 3 الباس اند موف انتو انذر سبيس. هيدا الشيء بخليهم يتعلموا كيف يعرفوا يفكروا كيف لازم. هون بلعب باس، هون بعمل بيك، هون بنزل، هون بطلع، وين بدي اروح لاخذ طابه. Under 16 continue to build on the existing tactical and technical. New concepts are introduced. هون اكيد بدهم يتعلموا قصص جديده. Once are performed at higher speed and with added quality. هون صرنا عم نشتغل على advanced level، صار كل شيء advanced اقصى واصعب. وطبعا مش غلط انه نفوتنا نحن كمان فان. هون صار في عنا كيف بدهم يعملوا adaptation مع التيم، dedication يكونوا ملتزمين، وpassion وresponsibility. هون بدهم يحسوا صار بالمسؤوليه. بطلت القصص it's only fun. They have games, they have championship, they want to play against other team. بدهم يتعلموا هون الماستر اول كونسبت اوف 2 اون 2، باك دور، ال كات، هاند اوف، كيف يسلموا الطابه ايد تايد، اوف اند اوف بول سكرين، السكرين على الطابه، سكرين اواي عكس الطابه، البول سيركيوليشن موشن، درايف اند كيك داش، كلوكينج، كل 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 شيء خاصه بالاوفنس بدهم يبلشوا يتعلموه اكيد سلولي. شوت اند جيم كلوك اويرنس، الساعه 24 سكندز، قد ايه عندي انا لاقطع الملعب الزون، كل الرولز. يعني هون صرنا فتنا اكثر بالرولز. الصغار الصغار ما بنبلش نحط لهم الرولز، بيتعلموا لحالهم مع الوقت. نحن وي منشن ات، بس هن during the practice during the drills رح يتعلموا من اخطائهم، ورح يتعلم الولد بسرعه انه هيدي صح وهيدي غلط. هون صرنا اكثر 2 on 0 3 on 0 2 on 2 3 on 3، بنبلش نفوت الدفاع، بنبلش لهم 0 ديف اوفنس اجينست 0 ديفنس، اند ليتر وي بوت ديفنس لبلش يتعلموا البريشر، بلش يطبقوا السيستم والتكتيك يلي بنعلمهم عليه. هون طبعا صرنا عم نحكي ليفل اعلى من الانتنسيتي، يعني عم بنزيده، بس هون صرنا عم نشتغل على مستوى اعلى وعلى مسؤوليه اعلى مع الفريق ليكون في عندنا نحن هون ريدي تو بلاي جيمز. اوفنس اند ديفنس اند كونديشنينج دائما، والسكيلز والمهارات دائما لازم تقطع على كل الاعمار. عم نشوفهم بشكل سريع، ما بدي اوقف عندهم كثير لانه رح يكون في عندي تقريبا لاست بارت قبل الفيديو يلي رح فرجيكم اياه، وتقريبا قربنا نخلص. بهذا العمر كثير مهم يكون في عندهم very very high volume and intensity are very high and need to be carefully monitored individually. لازم نشتغل معهم بشكل افرادي، نطور الايروبكس انيروبكس سيستم، لازم يعرفوا يركضوا فول سبيد، يعرفوا يتحركوا من جهه لجهه، يكون الانديورنس عندهم كثير عالي، يكون عندهم دايناميك موبيليتي. راح اقرب نتفه صغيره هون straight skills، بس ما بدي فوت اليوم سكيلز بهذا الموضوع. رح انتقل هلا على البارت يلي هو خاصه شيرينج باور ثرو تيم ميتينجز. بدي احكي عن التيم ميتينجز قد ايه مهمين بين المدرب وبين اللعيبه. The purpose of team meetings is to provide a setting apart from the high stress of games. مرات المباراه بتحط عليك كثير ستريس and the hard physical work of practice، ومرات التمارين بيكون جدا قاسي وبحط ضغط على اللعيبه وعلى المدرب. where players and team staff can reflect on the team aspiration and achievement and discuss what is good for the team. كثير مهم من وقت لوقت ينعمل team meetings. يعني انا مع الفرق يلي هن منهم سكول عندي division كنت دائما اعمل meetings من فتره لفتره. you might also have emergency team meetings for special situation. اذا صار عندك وضعيه حرجه او urgent مرات بتضطر تعمل team meetings بشكل سريع. إذا في عندك حالة معينة it's so important to have team meetings from time to time. من وقت لوقت لازم نعمل before the season or a tournament or a game. At this team meeting you and the team will formulate your goals. إذا بنحط أهدافنا أنا والفريق. الكوتش مش بس هو بده يحط هدف لحاله، مش هو رايح يلعب المباريات، بل الفريق تبعه ما رح يقدر يلعب المباريات. الكوتش واللاعب هن اللي بيكملوا بعضهم. Before the meeting coaches have to totally prepare to run the meeting properly. يعني لازم يكون أنا جاهز كمدرب لأقدر أنا أطلق الميتينج بشكل جيد وon time. Have a clear idea of purpose of the meeting and what you want to accomplish. شو بدك تحكي بالميتينج؟ حط نقاط، حضر حالك على ورقة قبل ما تفوت على الميتينج، نكون ready to receive your players and to start your meeting. Write notes of the things you should talk about in the meeting. حط نوت عن كل شيء بدك تحكي. Talk about issues that must be discussed. عن بعض المشاكل اللي لازم تنطرح ولازم تنحكى قدام اللعيبة. Write down a formal agenda for the meeting and ask your players also to share their own ideas. خلي لعيبتك كمان هن to share their ideas، لأنه مرات اللعيبة بيعطوك ideas كثير حلوة، وكثير حلو إنه to share your ideas وتكون منفتح بينك وبين لعيبتك. Just like a practice، مثل التمارين، meeting time should start on time. دائما الميتينج لازم يبلش على الوقت وأنت تكون جاهز قبل لعيبتك. يتأخروا هن بس أنت ما تتأخر.
think of any tool that you might need. ما فيك توصل على الميتينج ما معك قلم، ما معك ورقه. لازم تكون دائما جاهز كمدرب، مش تطلب من لعيبتك بليز معكم قلم معكم ورقه، انت لازم كمدرب تكون ريدي. Beginning the meeting, get to the meeting place early to make any necessary preparation. اذا في شيء لازم تحضره دغري بدك تكون جاهز بالمطرح يلي انت عامل الميتينج فيه، ملعب، اوفيس، whatever، ريستورانت، محل سبيسيفيك، تكون جاهز. Begin the meeting at time، بلش بالتوقيت الوقت اللي حاطه انت للميتينج. Show the team you mean business by getting all players sitting quietly and listening to you and looking at you. ممنوع اللعيبه انه عم يتسمعوا عليك انت during the meeting to have fun. لازم تقول لهم انه هيدا it's business meeting and you should listen to each other and talk to each other. During the meeting, when talking during the meeting, use our voice effectively. المدرب لازم مرات يعلي صوته ومرات لازم يوطي صوته، يعمل pause مرات. And let your message think in. خلي المساج تفوت بدينيهم وبدماغهم بشكل صحيح. When you speak, كون شغوف انت وعم تحكي عن التوبيك. حط اهداف وحط كمان البروبلم سولفينج، اذا في مشاكل بدك تحلها حط الحلول. Simply ask players for their opinions. سألهم عن الopinion تبعهم to get the player participating in decision. خلي كمان اللعيبة يفوتوا معك ويشاركوا بالقرارات. Make sure you give everyone a chance to participate. تعطي chance للكل يشاركوا. انت you know your goal, it's also the goal of your team. Encourage open discussion by inviting all the players to contribute their ideas. كل لاعب لازم يشارك الايديا تبعه. لازم تكون اسمه team meeting, so everyone should participate. Take notes during the meeting to be added to your playbook. لما يخلص الميتينج حط نوت عندك شو حكيته وشو القصص اللي ما لحقت تحكيها. If you are running out of time, make note of points to be discussed later on the meeting, on next time. إذا في شيء ما قدرت تحكيه ما عليه خليه for next time إذا ما إنه urgent. After the meeting, review your meeting notes and add anything else that came up in the meeting. شو ما حكى بالميتينج, sometimes you can record your meeting. أنا I do this. أنا I take a recording, I record my meeting لأرجع أتسمع أنا شو حكيت وشو حكيوا اللعيبة تبعي. Retain your notes from all meetings for future reference. طبعا I didn't do it with the school teams. عم بحكي أنا division الفرق يلي مرنت as division. With larger group it might be useful to print a report of the meeting. فينا نعمل لهم report of the meeting listing what was discussed and the resolution and then distributed. فينا نرجع نبعث لهم إياها على group لنقل يعرفوا شو حكينا شو شاركنا مع بعضنا. If you came up with goals or rules, إذا حطينا قوانين جديدة أو أهداف جديدة لازم يعرفوها ويضلوا حافظينها. Hand out copies of the list of all the team members. Post the list in the locker room. فينا نحطها بالملعب أو locker room. إذا اللعيبة هيك فاتوا بيقدروا يرجعوا يشوفوها ويرجعوا يتذكروها. Be aware that many players may not speak up. يعني بعض اللعيبة ما بيحكوا in large group. بيستحوا بيكون في عندهم lack of confidence أو بينحرجوا. It's a good idea after the meeting to have an informal rap session with smaller groups to give these players an avenue. يعني إذا في حدا حسيته خجول بده يحكي شيء بس ما قدر يحكي قدام الكل, it's okay, take him aside and talk to him and ask him what was his opinion about the meeting. What to discuss بالteam meeting. شو بينحكى بالteam meeting. Discuss team goals, أهداف الفريق والقوانين. Reinforce team values and motivate the player, تشجيع للعيبة والقيم. To encourage participation, خليهم يشاركوا. Have meetings at the beginning of the season, دائما بأول season, during the season, خلال the season, and before the plays off, where your players to put list of, يعني يكون في عندكم اقتراحات قبل المباراة أو قبل البطولة أو قبل حتى the championship تبعك. Resolve dispute between players. إذا كان في عنا مشاكل بين لعيبة, if there is ongoing bad feeling between two players, it can help sometimes. Sometimes it helps to make them feel that the problem is affecting the whole team. مرات إذا في اثنين لعيبة في مشكلة صغيرة, انت هن مش عارف, هن نيناتهم عارفين هيدا الشيء بس انت شايف هيدا الشيء الوحيد وما عم بيحكوا عنه, فيك انت هيك تعملهم سمول جيم, تحطهم مع بعضهم, تفرض عليهم انهم يكونوا متوجدين مع بعضهم لتكسر هيدا الحاجز, to do a nice breaker. ومرات فيك تحكي قدام the whole team بطريقه indirect منشان تحسسهم انه هيدا الشيء مأثر مش بس عليكم, مأثر على الفريق كله, هيك بحسوا هن انه لا, انه هن they should do something about it. Discuss team performance in a game. اذا كان في عندك مباراه بعد خسارة أو بعد ربح, احكي عن أداء اللعيبة بالمباراة. Some distance from the game can make it easier to see problems and errors. مرات كتير وقت تكون في مباراة سيئة جدا ما تحكي دغري بعد المباراة, تركهم يروحوا يرتاحوا وانت روح ارتاح وخلي your mindset وبعدين ارجعوا عملوا team meeting to avoid everything bad and talk in the future about it. If you also have your game in a video tape, you should watch it again alone. كمدرب لازم تحضر المباراة لحالك, تشوف الأخطاء تبعك, أخطاء الفريق الثاني, تشتغل على الأخطاء لتقدر تصلحها وتشوف القصص المنيحة اللي عملتها يلي فادتك لتطورها أكثر أو تشتغل عليها أو to keep it
اند اولسو رجع جيب فريقك يحضر كل المباراه واعمله انتو نقد عليها. وات نوت تو ديسكاس انت ميتنج، شو القصص اللي ما لازم نحكيها؟ ديسيبلين اوف، اذا في عندي لاعب هاز باد ديسيبلين ما فيني انا اجي انا هون انتقده قدام الكل ووطي من قيمته، هذا شيء كثير غلط. تيم ميتنجز ار نوت ا بروبر واي تو ديسكاس ديسيبلينينج بلايرز فور ا سيريز انفراكشن اور انفورمينج ذم ذي ار بينج بنش اور كات فور ذا تيم. لا، هذا شيء بيصير بطريقه بيرسونال، بياخذ اللاعب اذا هو طلعته خلال المباراه بقلب المباراه ما فيك تشرح له اللي طلعته، تشرح له بعد المباراه، تاخذه على جنب تشرح له يور فرونت اوف فيو واي هي واز كات اوت اوف ذا جيم. This should be done face to face and private. Action should be taken in practice or during games. يعني قصص الخفيفة والصغيرة ممكن تصير قدام الكل أو خلال المباراة، بس قصص اللي هي كتير دقيقة أو حساسة أفضل إنه تصير برات المباراة بينك وبين اللاعب. For example, coming late for a practice, players should do extra drill. وصل مأخر بده يعمل I don't know maybe push up or sprint. If a player is late more than once to practice or meeting or game, it becomes more serious. صارت مشكلة كتير كبيرة، فهون بدك تحكي معه على جنب وتشوف ليه عم بيتصرف بهذه الطريقة. ساعة بتمرة تأخر مش بتبهدله للاعب من فوق لتحت وبضل كل التمارين وجهه أحمر ومش قادر يطلع فيك ومش قادر يعمل شيء، هذا شيء كتير غلط. أنا عم بحكي برجع my personal view. ما تنتقد اللاعب بقلب الملعب أو بالteam meeting. This will bring down the morale of the whole team. هذا الشيء بهبط معنويات الكل وبياخدوا عنك فكرة سيئة أو بيشوفوك بغير كاركتير. مرات بتصير الكوتش إنسان بغلط، بس try not to do it. Keep team meeting positive. خلي دائما team meeting positive، إيجابي upbeat. دائما في joy، في فرح، في شغف. In meetings let the player come to you. خلي اللعيبة هن يجوا لعندك to ask you how they can encourage their skills. كيف هن بدهم يحسنوا حالهم. Setting goals and rule in team meeting. Motivation and discipline are closely related. Unmotivated team can perform as a team and it's possible to motivate. ما فينا نحن نهبطهم من معنوياتهم وبطلوا يشتغلوا أبدا بطريقة صحيحة. لازم دائما نعطيهم good motivation. Team discipline is really about getting individual to put aside their personal desire and focus on doing what best for the team. دائما لازم يكون discipline تبع الفريق خاصه بالفريق، ولازم دائما نحط أهم شيء الفريق على رأسنا قبل أي شغل وما نكون selfish. One effective way to motivate your team. Many teams do not set goals. في كتير فرق ما بيحطوا أهداف قدامه. They think it's hard work. لا، أنا بالنسبة لي it's hard work but it's worth it. It puts too much pressure on them. They feel failure. في منهم ما بحبوا يحطوا، بحسوا في كتير pressure، بحسوا حالهم إنه مش قادرين to handle it، بخافوا إنه ما يقدروا يوصلوا الهدف تبعهم. مش كل شيء نحن we desire رح نوصله، مش كل game رح نربحها، هذا الشيء لازم نعرفه. خلينا نكون نحن واقعيين. They don't have confidence. مرات في بعض الكوتشز ما بحطوا planning لأنه بقولوا إنه I don't trust إنه هالشيء رح يصير. They fear success. مرات بخافوا من النجاح لأنه النجاح بحط عليهم أكتر مسؤولية وأكتر تعب وأكتر hard work. They are not sure what they want or they don't know what to set goals. ما بيعرفوا يحطوا أهداف أو هن منهم أكيدين هن شو بدهم. Indeed. بالنسبة لإلي أنك تحط أهداف لفريقك ولإلك effort بيستحق هيدا الشيء. Goals. كوتش ميريل، كوتش ميريل، أظن أن الكوتش ميريل لديها مشكل كونيكسيون. الكوتش ميريل، فقدنا الكوتش ميريل. أتمنى أن تعود بين اللحظة والأخرى. في انتظار عودة الكوتش ميريل، هل هناك من تساؤلات وما ما هو نفتح النقاش، يعني ما هي تجربتكم البسيطة مع الفئات العمرية الصغيرة، يعني تجاربكم الشخصية، يعني
التجارب الشخصية، أظن أن الكوتش ميريال تعود إلينا. كوتش ميريال أكتيف تون ميكرو. ايه سوري كوتش، انقطع الواي فاي عندي. نوريس نوريس، يو كان كونتينيو. اوكي. Working with individual player, fostering communication between coach and player. لنحكي شوي عن التمارين الإفرادية مع اللعيبة. Communication is one of the most important skills. Coaches must be aware that communication is two streets away. في شغلة كتير مهمة إنه الكوميونيكيشن، التواصل بين اللاعب وبين المدرب، هن طريقين. Talking and listening، يعني بدنا نحكي وبدنا نسمع. Some coaches forget to listen to players. They don't really know how to listen. ما فينا بس إنه نحكي وما نسمع، بدنا نحكي ونسمع ونسمع ونحكي. They are also different type of communication. في عنا different type of communication. Coaches not only have to listen with their ears. ما فينا بس نسمع بديناينا. They must be attuned to non-verbal communication. شو يعني non-verbal communication؟ يلي هي الجستور، يلي هي facial expression، يلي أي حركة ممكن يعملها التلميذ بإيده بجسمه، body language رح نحكي عنها هلا. Mastering of all these facets of communication will make you a better coach and a better person. تقدر تفهم اللاعب من نظرة، من حركة معينة، أي شغلة ممكن يعملها. Verbal communication, what coaches say. Good communication is the most important in building players coaches relationship. كثير مهم التواصل بين اللعيبة وبين المدرب، هيدا اللي بيخلق very good relationship، علاقة كثير جيدة. The ability to communicate with the players as a group. أعرف تعرف كمدرب تتعامل معهم كمجموعة وكشخص إفرادي لحاله، هيدا الشيء من greatest strength، يعني هيدا قوة بتكون عند المدرب. Coach Miriel. What coaches, yes. ثلاث دقائق، 3 minutes left. يلا اوكي. اوكي. رح اقرب شوي لانه انا I want you to see the video actually، بس the video اطول شوي. رح اقطش لانه بعرف في عندي كم شغله ما رح اقدر لحق ب 3 minutes. I want to say something here. Remember the only limits we have are the limits we place on ourselves. هيدي حبيت اقولها، بدي احضركم فيديو رح اقربه لانه هو شوي طويل بس كثير حلو. About a coach. Please watch this video. يمكن في كتير ناس حاضرينه. هيدا الموفي اسمه Facing the Giant. هيدا one of the best movie I ever watched. Not only players need motivation, also coaches sometimes. Coach Miriel, please can you share your screen? Okay. Because we don't see anything in the screen. Okay. يلا. Now. Thank you so much. It's okay. Okay. هون عم نشوف مدرب كيف عم بيعطي motivation هيدا اللاعب، يلي بالنسبة للعيبة للتيم كله انه هيدا لاعب جدا ضعيف وما بيقدر يعمل المهمة المطلوبة منه. فشوفوا كيف المدرب بحطه بسيتويشن very hard situation بس بطلع منه كل شيء بطريقة هو ما رح يعرف انه وصل له. رح قرب شوي مع انه I don't know it's about 8 minutes. We don't have 8 minutes to watch it from the beginning. رح نجرب من هون. هون كان المدرب عم بيقول له إذا بدي منك تعطيني the best that you have and that you can and show me. So خلينا نشوف. ما رح أحكي ولا كلمة. Please watch.
اوكي لو نضيع وقت ونفرجيكم اخر بارت، كان بهمني فرجيكم هيدا الجزء من الفيديو، لانه هيك لازم يكون الكوتش. You have to sometimes do things that you think that you cannot do to keep your players and to teach them not to quit. Okay, coach, I'm done. شكرا جزيلا للكوتش ميريل على هذه المحاضرة القيمة. Thank you so much. الآن نفتح الأبواب للأسئلة. أظن أن الكوتش عمور شليخة لديه أسئلة، فبجيه فضبا شكرا. أكتيف توب ميكرو كوتش عمور، مرحبا بك. كوتش عمور ما بعرف إذا حدا حاضر هيدا الموفي، بس it's worth it. كوتش عمور شليخة تويلا maybe they don't have connection. No, I see he is connected. الكوتش اللي عندهم دي كيستيون للكوتش ميريل. أظن الكوتش ميريال ليس هناك أسئلة، ربما هذا يظن على أن المحاضرة كانت وافية. أنا بالنسبة لي كانت محاضرة قيمة، أحاطت بجميع الجوانب. جيتي تري كونتون باسكو تو توشي تو لي كومبوزون بسيكولوجيك بيداغوجيك تكنيك اي تو. باسم الجمعية المغربية لأطر كرة السلة أشكرك جزيلا، شكرا، ونضرب موعدا في الدرس الأخير والرابع في الأسبوع المقبل. شكرا كوتش ميريال، وإلى اللقاء. Thank you so شكرا much جميع coach. الحاضرين. Thank you so يعطيك much ألف for العافية. ميرسي للكينيا اللي attendance. حضروا معنا. Okay, see you next time. الله راد. Thank you so much. أبيتو. Bye bye. Bye. Bye.